هكذا زفت بلدة بير زيت الواقعة شمال مدينة رام الله عرائسها وسط احتفالات فلكلورية تراثية شعبية فلسطينية نظمتها جمعية روزانا تحت عنوان أسبوع التراث في بير زيت. كل سنة بنبدأ في تقليد العرس الفلسطيني بعرسان حقيقيين، وبكرة إن شاء الله رح يكون عندنا تقليد زهرة الريف اللي هي احتفالية حول القرى قديش بتعرف تراثها وقديش عندها استعداد تنقله للجيل الجديد، وبنحب إنه الناس تشاركنا. وأهلا وسهلا، يعني بلدة بير زيت مفتوحة للجميع. ولأنها تملك ثروات طبيعية وموروثا معماريا قديما إسلاميا ومسيحيا، تسعى بلدة بير زيت من خلال هذا المهرجان إلى تنشيط السياحة الداخلية للبلدة. هدف المهرجان تشجيع السياحة الداخلية فلسطين، خروج الناس لأماكن عامة من أجل الفرح، من أجل التعرف على بعض، من أجل إعادة العلاقة مع المنتوج الشعبي الفلسطيني، تنمية الاقتصاد المحلي الفلسطيني، وخاصة عند الناس يعني اللي بيشتغلوا في البيوت، النساء، الجمعيات النسوية، المراكز الشبابية، المبادرات الشبابية، وإعادة إحياء الأهازيج والموروث الشعب الفلسطيني بشكل عصري مع الحفاظ على الطابع الجذري له. ترسيخا للعادات والتقاليد للأجيال الصاعدة تأتي مثل هذه المبادرات وسط محاولات إسرائيلية عديدة لنسف الإرث الفلسطيني الثقافي.